أسعد الناس بالتوفيق وأولاهم به من ذكر الله في جميع أحواله، هو العبد الذي لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين، قلبه دائما يتذكر الله عز وجل، تراه مشلولا على الفراش يحمل، حامدا لله شاكرا، راضيا بقضاء الله صابرا، محتسبا، حامدا لله على عافيته، يقول ما دام ديني سالما فلا أبالي، إلهي إني راض بقضائك وقدرك، راجع لرحمتك، لا يزال موفقا في البلاء بالكلام الذي يرضي ربه، يتملق الله سبحانه وتعالى، يرضي الله، وحاله بأشد الحالات تجد